أعزائي الطلبة، ننتقل إلى سلسلة التمارين، نحاول نحلكم القدر الأكبر من هاي التمارين. عندنا السؤال الأول يقول مساحة، يعني له علاقة بالمساحة هذا الموضوع، يقول مستطيل، هذا مستطيل قدامك بطول اللي هو 2t زائد 1، هو يقول طول المستطيل 2t زائد 1، يعني هذا هم 2t زائد 1. العرض، هذا العرض هو جذر t، هذا جذر t وهنا هم جذر t. يقول جد معدل تغير المساحة، جد معدل تغير المساحة مع تغير t، يعني أنا لازم أكتب له هنا قانون المساحة. هذا المساحة الأي يساوي، طبعا أنت عندك المساحة مع المستطيل هو الطول بالعرض اللي هو 2t زائد 1، والعرض هو جذر t، هذا طول وهذا عرض. والطالب لازم يقرأ السؤال زين، احتمال ما يقول جد معدل تغير مساحة، احتمال يقول جد معدل تغير المحيط، فأنت لازم تكتب لي قانون المحيط. قانون المحيط هو الطول زائد العرض، يعني هذا الطول هذا ويا العرض، تجمع الطول ويا العرض وتضربه في 2 وتكتب قانون المحيط. بس انت بالسؤال هنا يقول جد معدل تغير المساحة، كتب له قانون المساحة. هسه يقول جد معدل تغير المساحة، يعني انا هذه المساحة، هاي المساحة ابدأ اشتق، اقول دي اي على دي تي، بس اشتق لمن؟ انا اشتق بالنسبة للزمن. طبعا تقول حاصل ضرب دالتين، هاي دالة وهاي دالة، أولى هاي الأولى في مشتقة جذر تي، احنا نعرف مشتقة جذر تي هو 1 على 2 جذر تي، يعني مشتقة الداخل اللي هو 1 على 2 في نفس الجذر، زائدا الثانية اللي هو جذر تي في مشتقة الأولى 2t زائد 1، يعني في 2. أنا لأنه اشتقيت بالنسبة للزمن هنا ما راح تكتب دي تي على دي تي، يعني أنت ما راح تكتب أي شيء هنا، لأنه أنت هنا المتغير مالتك هو تي، فأنا من أقول دي أي على دي تي يعني اشتقاق مباشر، تستخدم حاصل ضرب دالتين. طبعا دي أي على دي تي هو معدل تغير، هذا معدل تغير المساحة. طبعا راح تبسط هنا تقول دي أي على دي تي، هذا المقام عندك 1، يعني يصير عندك 2t زائد 1 على 2 جذر تي، زائد عندك جذر تي في 2، يعني 2 جذر تي. طبعا هنا راح تخلي له مقام 1، هسه توحد مقامات، اضرب لي هذا المقدار في 1 يصير 2t زائد 1، احنا ضربنا هذا المقدار في هذا، بعدين زائد هنا تكتب زائد، هذا زائد، اضرب لي هذا المقدار في هذا، يعني 2 في 2 4، وجذر تي في جذر تي يصير عندك تي على مقام في مقام، المقام تضربه يعني 2 جذر تي في 1 2 جذر تي، هذا دي اي على دي تي، تجمع الحدود المشابهة عندك 2t و4t 6t، زائد عندك هذا 1 على 2 جذر تي. طبعا هذا السؤال مرتين جاي بالامتحان الوزاري، احد المرات قال تي، انطاني تي 4، يعني بالسؤال بالوزاري من سأل قال جد معدل تغير المساحة مع تغير تي، انطى قيمة تي 4، فالطالب شنو اللي يسوي؟ بس يعوض بمكان تي 4، راح يطلع عنده مثلا 6 في 4 24 1 25 على 2 في جذر 4، يعني ماكو مشكلة بالموضوع، حتى إذا أنطاك قيمة تي أنت بالأخير بس تعوض لنا قيمة تي ويطلع عندك الجواب النهائي.